الناس في شرور ترتبت على مفسدة. وجدت إنسان في يده زجاجة من الخمر، وهذا الإنسان ابن عشيرة ولهم سلطة في الدولة، وهم عندهم القبلية والحزبية، فيقول لك من رأى منكرا فليغيره. مسكت هذه الزجاجة وكسرتها، هذا الشخص يفعل شر، فعلك أنت خير، لكن هذا الشر الذي أزلته ترتب عليه شرور كثيرة، كقتلك وقتل قومك وحرق بيوتهم و و و و فهذا الفعل الشرير الذي يصدر من هذا الإنسان لا أزيله باليد، أزيله باللسان. إذا كان ترتب عليه شرور أكبر فهذا الشر لا أزيله باللسان، أنكره فقط بالقلب. وكم من الناس بسبب مسائل أقل جرت عليهم شرور كبرى يمنعها الإسلام. فدائما الإنسان يراجع المفتي، دائما يراجع المفتي ليرى أي الأمرين خير، أيهما أفضل، أيهما أهم، وأي الأمرين أشر، وما هو الخير الذي يترتب عليه شر، وما هو الشر الذي يترتب عليه خير. يعني الشر الذي يترتب عليه خير قطع اليد للسارق شر، لكن يترتب عليه صلاح المجتمع خيرات. فدائما يجب أن يكون في الأمة مفتين علماء حتى تنتظم الأمة بحسب الشريعة ولا يقع في أفخاخ الشيطان وأعوانه.